يأتي الموت فجأة بدون مقدمات، حيث يسرق منا الفرحة والسعادة ويقلب حياتنا رأسا على عقب ويخطف منا أحبتنا. فبكل أسى ننعي وفاة الإعلامي سعود بن عبد الله الدوسري صاحب الابتسامة الدائمة، والذي توفي إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 47 عاما. فاليوم اختفت من العالم ابتسامتك، ولن يعود لجمال روحك وجود. اليوم افتقد الإعلام الخليجي والعربي أحد أهم مقدميه، والذي رغم فراقه تبقى بصمته في وجداننا دائما. ولد الإعلامي الراحل سعود الدوسري عام 1968 ميلادية في محافظة الخرج في المملكة العربية السعودية، وبدأ مسيرته المهنية في إذاعة الرياض كمذيع لنشرة الأخبار، والذي انتقل منها إلى إذاعة MBC FM أيضا كمقدم لنشرات الأخبار وبرامج سياسية. لكنه كان يحب الفن، وكان يمتلك صوتا رائعا في قراءة الأشعار، وقدم بالمصادفة برنامجا فنيا والذي كان نقطة تحول في مسيرته المهنية، إذ قدم بعدها برنامجين فنيين على MBC FM سمر حتى السهر وليلة خميس، إذ لاقى الأخير رواجا كبيرا في العالم الخليجي. في عام 1995 انتقل الإعلامي الراحل سعود الدوسري من الإعلام المسموع إلى الإعلام المرئي مع برنامج مساء الخير يا عرب، وحاز في نفس العام على جائزة أفضل مقدم برامج ومذيع. في عام 1996 انتقل من شاشة MBC إلى شاشة أوربيت، حيث قدم مجموعة من البرامج، منهم حنين، والذي يسلط الضوء على الفنانين العرب من خلال مجموعة من اللقاءات الشخصية، وبرنامج ليلكم فن المباشر من القاهرة. ثم عاد إلى شاشة MBC ليقدم من خلالها برامجا عديدة، كان أبرزها نقطة تحول، والذي حاور فيه السياسيين والإعلاميين والاقتصاديين عن أهم نقاط التحول في حياتهم. كما قدم برنامج خبايا، حيث تجول في البلدان العربية ليسلط الضوء على خبايا أبرز القضايا الاجتماعية. تابع الإعلامي الراحل سعود الدوسري مسيرة صعوده المهنية حتى وصل إلى شاشة قناة روتانا خليجية، وحيث تألق فيها وقدم مجموعة تعد من أهم أعماله الفنية، بداية من برنامج أهم عشرة، والذي عرض في رمضان 2013، ثم تبعه بأهم عشرة الجزء الثاني في رمضان 2014. واختتم الراحل مسيرته المهنية ببرنامج ليطمئن قلبي، والذي قدمه بالتعاون مع المفكر والداعية الإسلامي عدنان إبراهيم. أسير الإعلامي الراحل سعود الدوسري قلوب المشاهدين والمستمعين، فأثير صوته رافق الجماهير عبر الإذاعة والتلفزيون في آن واحد. نجح في تقديم إعلام هادف
بعيدا عن الاستعراض، وتميز بأسلوب راقي لا يخلو من الجرأة، إلا أن القلب ليحزن وأن العين لتدمع على فراق سعود. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.